احنا مع قيس سعيد في كل شيء في اللي يعملوا. احنا انتخبناه تونس الكل، هذاك رئيسنا رئيس الدولة، وحل المجلس الأعلى القضاء هو يعرف ما يصلح بالبلاد، واحنا عندنا ثقة فيه وان شاء الله يكمل في المسار هذا. فمتخلي نخرج من عنق الزجاجة كما يقول حمل همامي. بالنسبة لرئيس الجمهورية كي حل القضاء ومعقول جدا، لأنه فما قضاء فاسد ماناش باش نقولوا الكل، يبقى ما تبقى احنا عانينا راهو سنوات وسنوات تلال على القضاء وبطء القضايا ونشرها، او الانسان باش ياخذ حقه ولا اصبح يلتجا ساعات باش ياخذ حقه بيده. هي ازمه يحلها تونس كامله، هو ريتها باش ينظفها عباره رقاره تونس، خاطر ريتها مسيبه هي من عهد القديم القديم، وزادوا جوا العشر سنين احزاب هذوما، هو يزم يضرب وربي معاه ريتها بيد حديد بكدا بكدا وربي معاه. رئيس دولة هذايا أنا واحد من الناس أول مرة في حياتي 41 سنة نحس إنسان نظيف حكم تونس، هذايا ما ينتمي كان ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي ينصره، هذايا رحمة من رب العالمين، هذايا بالنسبة لي نحن نتمناه يضرب يرجعها مصرة، يرجع الحق والعدل، على خاطر ربي عادل. فأنت هذا مش جاي انت باش تخدم في إدارة ولا في مؤسسة باش تسرقك المواطن وباش تسرق كذا وباش يزمى برشا رسك لو برشا نظافة. فما قضايا قبل ورقدت برشا 10 11 سنه ولا 9 سنين كما شكري بالعيد الاختيال نتاعو لبرامي تو ما طلعوا هنا، معناها باش نقول فماش عداله. بون وقت فات فتره النهضه حسب رايي هما اللي رقدوا الدوسيات والكل، تو بدا يتحرك الرئيس تقول انا مع حل مجلس اعلى القضاء، لكن يلزم القضاء ياخذ مجراه الطبيعي والعادل. انا مع رئيس الجمهوريه في حل مجلس على القضاء، لانه ما ثماش قضاء في تونس، قضاء ضايع، ملفات ضيع، اشكي ما تلقاش حق، اغلب ركبة يغني اللي عنده شكون تعدى قضيه ويريق الامور، ما عندوش يقعد غد. فماش قضاء تو حاليا، فهمتني؟ شنيا اللي فما تو فهمتني؟ فماش لا حكم، فهمت؟ لا قضاء، فهمت؟ لا حتى شيء عسير. والله في رايي كان زاد فما عداله ما نتصورش يخلتي يحل مجلس قضاء، معناتها حاسب رايه هو انه يكون ما فماش عداله، دونك ان شاء الله نشوف حاجه سهله وحاجه صحيحه معناها. الوحدة هذيك، لا الإقدار هذيك كان هو راهو كان